بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب أخصر المختصرات للفقيه محمد بن بدر الدمشقي رحمه الله. الدرس 41. آمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. تقدم أنه يجب على الغاصب أن يرد المغصوب إلى من غصبه منه، لكن لو تلف المغصوب عنده تعذر رده فإنه يرد بدله. فإن كان مثليا وهو المكيل والموزون رد مثله كيلا ووزنا، وإن كان غير مثلي متقوم كالدابة والثياب غير مثلية هذه يرد قيمتها للمغصوب منه. نعم. ومن أتلف ولو سهوا محترما ضمنه. نعم، لأنه غاصب يلزمه الضمان ولو لم يتعمد ولو كان سهوا. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. نعم، الطرقات العامة لا يجوز لأحد أن يحدث فيها شيئا يضر بالمارة، كان يحفر فيها حفرا أو يضع فيها أحجارا أو حديدا أو أي شيء يعوق المارة أو يعرضهم للخطر أو الإصابة، فإن أحدث في الطريق ما يؤذي المارة أو يسبب لهم ضررا فإنه آثم ويلزم ويجبر على إخلاء الطريق. فإن تضرر به أحد كما لو ربط دابة أو أوقف سيارة في الطريق فاصطدم بها المار وتلف أو تعيب فإنه يضمن، لأنه متعد في ذلك، متعد في استغلال الطريق لمصلحته الخاصة، وهذا شيء يغفل عنه كثير من الناس اليوم ويتساهلون فيه، والمسؤولون أيضا لا يتابعون هذه الأمور. فإذا كان الإنسان يبني عمارة أو فلة أو جدارا يأتي بالحديد ويأتي بالإسمنت ويأتي بالحجارة ويجعلها في الطريق، هذا حرام ولا يجوز، هذا حرام ولا يجوز إذا كان هذا يضر بالمارة ويضيق عليهم الطريق، يجب منع هذا. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق، وكذلك لو أنه وضع في الطريق ما يزلق به الإنسان كقشور الفواكه والموز ويضعه في الطريق أو يسيل الماء في الطريق ثم حصل بسبب ذلك أن تلف إنسان، انزلق وانكسر أو مات، يضمنه. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، إذا كان ضيقا. أما إذا كان الطريق واسع ولا يضر المارة صار على جانب منه مما يلي بيته فهذا للحاجة يجوز، لأنه لا يترتب عليه ضرر وهو محتاج إلى ذلك. لكن إذا كان الطريق ضيقا ما يتسع للمرور ولما يوضع فيه. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا، ما أتلفته إما بأن اصطدم بها أو هي أكلت شيئا من أموال الناس
فإن صاحبها يضمن، فإن صاحبها يضمن. وإن تلفت، اصطدمت وتلفت فهي هدر. على هذا الذين يسيبون المواشي في الطرقات البرية، الإبل أو الغنم يسيبونها في الطرقات ويصطدم تصطدم بها السيارات، ربما يحصل وفيات، يضمنون هذا لأنهم معتدون في هذا الشيء. والأموال التي تتلف لهم هدر لأنهم معتدون بفعلهم هذا. نعم. وإن ربط دابة بطريق ضيق ضمن ما أتلفته مطلقا. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. نعم. إذا كانت الدابة تسير ومعها سائق يسوقها أو راكب يصرفها أو قائد يقودها، فإنه يضمن ما أتلفت بمقدمها كيديها ورأسها. وأما ما أتلفت برجلها لأن نفحت أحدا، يعني رمحته لغة العوام، فهو لا يضمن لقوله العجماء وجبار، لأنه لا يسيطر على رجلها وإنما يسيطر على مقدمها. إلا ما وطئته وطئا فإنه يضمنه، لأنه بإمكانه أن يجنبها هذا الشيء، فإذا وطئت شيئا وتلف يضمنه. أما إذا وقصت شخصا برجلها فإنه لا يضمن هذا، لأنه لا يتصرف في رجلها. والعجماء جبار، أي لا ضمان فيها. والسيارة يتصرف فيها كلها، مقدمها ومؤخرها ويحركها، ما هي مثل الدابة، فإنه يضمن ما أتلفت بمقدمها أو بمؤخرها، لأنه هو الذي يحركها، يرجعها ويقدمها ويوخرها، فهو يضمن ما تلف بسببها. نعم. وإن كانت بيد راكب أو قائد أو سائق ضمن جناية مقدمها ووطئها برجلها. وطئها، أما وقصها برجلها ورفسها برجلها ما يضمنه، لأنه لا يملك تصرف في رجلها. نعم. فصل. وتثبت الشفعة فورا. الشفعة، هذا باب الشفعة. والشفعة هي استحقاق. الشفعة استحقاق انتزاع حصة الشريك ممن آلت إليه بعوض مالي. مثلا شريكان في بيت أو في مزرعة أو في أرض غير مقسومة، فإذا باع أحد الشركاء فإن لشريكه الآخر أو لشركائه أن يأخذوا هذا الذي باعه نصيبه ممن اشتراه بقدر الثمن الذي اشتراه به دفعا للضرر عنهم. وهذا من محاسن هذه الشريعة الكاملة، دفع الضرر، ومن ذلك الشفعة، فإنها شرعت لدفع الضرر عن الشريك لئلا يدخل عليه شريك آخر فيضر به فيأخذ نصيب شريكه الذي باعه بمثل الثمن الذي باعه به. هذا حق للشريك. وسميت شفعة لأنه يضم نصيب شريكه، لأن نصيبه في الأول كان منفردا، وبالشفعة ضم نصيب شريكه إلى نصيبه، فصار شفعا بدل أن كان منفردا. والدليل على الشفعة السنة النبوية، فقد قال صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة، فقد قضى صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما لم يقسم. فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة،
فلو أنهم قسموا الملك وانتهى وتحدد نصيب كل واحد ثم باع أحدهم قسمه فإنه لا شفعة لجاره لأنه أصبح جارا، بدل أن كان شريكا أصبح جارا فلا شفعة له لأنه ليس عليه ضرر. نعم. وتثبت الشفعة فورا لمسلم، ومن شروط ثبوت الشفعة الأخذ بها فورا، إذا علم بالبيع فإنه يبادر بطلب الشفعة، فإن تأخر وهو يعلم بالبيع فإنه تسقط شفعته، لازم أن يبادر بطلبها حينما يعلم بالبيع. نعم. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام، لمسلم، أما الكافر إذا كان الشريك كافرا وشريكه مسلم، باع المسلم نصيبه ليس لشريكه الكافر الشفعة عليه، لأنها إنما تكون للمسلمين. نعم. فورا لمسلم تام الملك، تام الملك، أما إذا كان ملكه غير تام، إذا كان ملكه غير تام على الشيء كالصداق للمرأة، إذا أصدقها نصيبه من العقار أو من المزرعة، أصدقها قبل الدخول ثم باع قبل الدخول، فإنها لا شفعة للزوجة لأن المهر لم يستقر، لا يستقر إلا بالدخول مثلا. نعم. لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي، بعوض مالي، أما لو انتقرت بهبة، لو وهب نصيبه لأحد فليس لشريكه أن يشفع عليه لأنه لم يبعه وإنما وهبه، ويكون العوض مالي، فإن كان العوض غير مالي كالمنفعة والمهر وما أشبه ذلك فهذا غير مالي فلا تشفيع في هذا. نعم. في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد، هذا هو تعريف الشفعة، استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت إليه بعوض مالي بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد. وهذا التعريف له محترزات تؤخذ من مفرداته وإن كان طويلا، فأنتم تصبرون عليه. نعم. وشرط تقدم ملك شفيع، يشترط، هذا أيضا شرط آخر الشفعة، وهو أن يكون ملك الشريك الذي يطالب بالشفعة متقدما سابقا على البيع. أما لو اشتروا جميعا عقارا أو بيتا، اشتروه جميعا، فليس لأحدهما أن يشفع على الآخر لأن ملكهما متساو، لم يسبق بعضهما على بعض. نعم. وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها، هذا هو، كون الشخص الذي يشفع فيه وهو النصيب من العقار لم يقسم، نصيبه مشاع في العقار أو في البيت لم يقسم، معنى مشاع أي لم يقسم، أما إذا قسم وعرف كل النصيب ووضعت الحدود صاروا جيرانا فلا شفعة لأحدهما على الآخر، لأنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وضعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. نعم. وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها ويدخل غراس أو ويدخل غراس، إذا شفع في الأرض وفيها غراس، فيها غراس، فإن الغراس يتبع الشخص الذي نزع من المشتري، ويكون للشفيع تابعا للأرض. نعم. ويدخل غراس وبناء تبع، وبناء لو كان فيها غرف مبنية
وجدران مبنية يدخل تبعا للشفعة، لأن هذا من أجزائها. نعم. ويدخل غراس وبناء تبعا، لا ثمرة وزرع. أما الشيء الذي يؤخذ ولا الشيء الذي يؤخذ قريبا كالثمرة والزرع الذي يحصد بعد عما قليل، فهذا لا يأخذه الشفيع، وإنما يكون لصاحبه يأخذه. نعم. وأخذ جميع مبيع. يشترط لصحة الشفعة أن يأخذ جميع المبيع، فإن قال أنا ما لي حاجة به كله، أنا ما لي حاجة بنصيب شريكي اللي باع، أخذ بعوض، أخذ نصفه، قلنا لا، وما تأخذ الجميع ولا تترك الجميع، ما الشفعة لا تتبعض. إذا قال أنا ما لي حاجة بنصيب شريكي كله، أنا حاجتي ببعضه أمتار مثلا أو بي، نقول لا، إما تأخذ الجميع ولا تترك الجميع. نعم. وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال لمشتري بعني أو عجز عن، يعني هذا من مسقطات الشفعة، إذا قال أنا ما أحتاج كل المبيع أباخذ بعضه، قلنا هذا لا يجوز ولا يثبت لك شفعة. أو إنه قال أنا ما عندي قروش هالحين، ما عندي ثمن، بشفع لكن ما عندي قيمة هالحين، نقول لا ما يثبت لك شفعة، وما تسلم القيمة هالآن وتدبر حالك ولا ما لك شفعة، لأن هذا يضر على المنزوع منه الشخص. نعم. أو عجز عن بعض الثمن. حتى ولو عجز عن بعض الثمن ما يقول أباخذ بقدر، أباخذ من الشخص بقدر ما عندي من الدراهم، يقول لا هذا ما يصح، ثم تأخذ الشخص كله وتسلم الثمن كله وإلا مالك شيء، لأن هذا يضر على الطرف الآخر. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. نعم. أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، لكن يعطى مهلة ثلاثة أيام يدبر حاله ما يخالف. أما أن قال والله ما عندي أنا الآن ولا عقب ثلاثة أيام، أنا يمكن ما أحصل هذا المبلغ إلا بعد مدة، نقول لا إذن مالك شفعة، لأن هذا يضر على الطرف الثاني. نعم. أو قال لمشتر بعني أو صالحني. أو قال للمشتري بعني ما شريته من شريكي، تسقط الشفعة، لأنه تبين أنه ليس بحاجة إليها. أو قال صالحني، تصالح أنا وياك، ما يحتاج أن يعطيك دراهم، تصالح أنا وياك على أشياء، نقول لا هذا دليل على أنك ما أنت بحاجة للشفعة فلا فتسقط. نعم. أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت. أو أنه أخبره عدل بأنه شريكك باع، شريكك باع، أخبره عدل فلم يطالب بالشفعة، تراخى وتأخر ما تقبل. أما لو أخبره إنسان غير ثقة وقال أنا ما صدقت إن شريكي بايع، فهذا يعذر. نعم. إذا كان المخبر غير ثقة. نعم. أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تلك. طيب، إذا كان الذي باع له شركاء متعددون كلهم يستحقون الشفعة كلهم بقسطه، لكن لو قال بعضهم أنا ما لي حاجة، أنا ما مشفع ما لي حاجة، نقول للباقين إما أن تأخذ الشخص كله وإما أن تدعه كله. نعم. فإن عفى بعضهم، أي بعض الشركاء الذين لهم الشفعة، بعضهم قال أنا ما مشفع ولا أنا بحاجة، نقول للآخر إما أن تأخذ جميع المبيع أو أنك تتركه كله، ما يتبعض. نعم. فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه. أو تركوه. نعم. وإن مات شفيع قبل طلب بطلت. إذا مات الشفيع قبل طلبه بالشفعة فإنها تبطل، وليس للورثة الحق بها، ليس للورثة الحق بها، لأن صاحبها لم يطالب بها قبل موته، ليس لهم حق فيها. أما إن طالب بها ولكن قبل أن تتم الشفعة مات،
فأجاءه القدر فمات. تثبت الشفعة للورثة لأن ميتهم طالب بها وثبت له الحق. نعم، فتورث الشفعة عنه. نعم. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. إذا كان الثمن مؤجلا، المشتري شرى نصيب الشريك بثمن مؤجل، يقال للشفيع إن كان مليئا، مليئا يعني عنده مال، وأيضا هو باذل، عنده مال وباذل ما هو مماطل، يؤجل الثمن عليه، يأخذ الشفعة ويؤجل الثمن عليه. أما إذا كان غير ملي فيأخذ بالشفعة مع كفيل، مع كفيل يكفل عليه الثمن لئلا يضيع حق المشتري من غير الملي، إما لفقره وإما لمماطلته. نعم. وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء. وغير المليء يأخذ الشفعة بكفيل يكفل عليه أن يسلم الثمن. نعم. ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. لو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر من أجل أنه ما تنزع منه، ثبتت الشفعة بإقرار البائع، ما علينا من الطرف الثاني، علينا أن البائع أقر بأنه باع فتثبت الشفعة. نعم. فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. الوديعة مأخوذة من الودع وهو الترك، مأخوذة من الودع وهو ترك الشيء عند من يحفظه، وتسمى بالأمانة أيضا. والناس بحاجة، الناس بحاجة إلى الإيداع، يكون يخاف على ماله أو سيسافر ويخاف على ماله فيودعه عند ثقة يحفظه له، فهذا شيء يحتاجه الناس. وقد كان أهل مكة يودعون عند النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم لأنه الأمين، يلقبونه صلى الله عليه وسلم بالأمين، وكانوا يودعون عنده أموالهم ثقة به عليه الصلاة والسلام. فالإيداع ضروري للناس، مرفق من مرافقهم يحتاجون إليه فيما بينهم. فمن كان يثق من نفسه بالحفظ فإنه يقبل الوديعة لما في ذلك من النفع لأخيه، إذا كان يثق من نفسه حفظها لأنه أمين ولأنه قادر على حفظها فإنه يقبله، لأن هذا من بذل المعروف. أما إذا كان لا يثق من نفسه بحفظها فلا يجوز له أن يقبلها لئلا تضيع على صاحبها. نعم. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. من يعلم من نفسه الأمانة والقدرة على حفظها لما في ذلك من النفع. نعم. الله جل وعلا يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإن كانت الآية نازلة في الأعمال أن تولى لمن يقوم بها الأعمال الوظيفية، هذا خطاب لولاة الأمور أنهم يولون الوظائف لمن يقوم بها. يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، لأن سبب نزول الآية في مفتاح الكعبة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وكانت السدانة لبني شيبة أراد علي رضي الله عنه أن يأخذها منهم، أخذ المفتاح من الشيبي، فأنزل الله هذه الآية إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فأخذ صلى الله عليه وسلم المفتاح من علي وأعطاه للشيبي، واستقرت في بني شيبة إلى يوم القيامة، استقرت فيهم السدانة إلى يوم القيامة لا يأخذها أحد منهم. فهذا سبب نزول الآية، لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ويأمركم أن تؤدوا الأمانات
الأعمال الوظيفية والودائع وكل ما ائتمنت عليه، كل ما ائتمنت عليه تؤديه. قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال تعالى: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. يجب أن يكون الوديع أمينا حافظا للوديعة لا يفرط فيها، وإذا طلبها صاحبها أن يبادر بردها إليه. نعم. ويلزم حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها ما يناسبها، والحرز يختلف اختلاف الأموال، فحرز الذهب والفضة غير حرز الدابة، غير حرز الدابة وغيرها من الأموال الأخرى. فكل شيء يحرزه بما يناسبه حرز مثلها. وهذا كما يأتي في السرقة أن الحرز هو حفظ الشيء فيما يناسبه، في شيء لابد من الأغلاق والأبواب الوثيقة، وفي شيء يكفي أن يكون داخل حائط أو داخل حوش. يختلف هذا اختلاف الأموال. نعم. فإذا وضع الأمانة في حرز لا يصلح لها وتلفت يضمنها، أما إذا وضعها في حرز يصلح لها وتلفت فإنه لا يضمنها لأنه لم يفرط. فإذا أخذت أمانة فلا بد أن تحرزها في مكان يناسبها. لو أعطاك ذهب وفضة ما تخليها في الحوش أو تخليها في باب في غرفة مفتوحة، ما تخليها، لازم تغلق عليها بالصناديق ومن وراء أبواب وأقفال. أما لو أعطاك دابة تخليها في الحوش، هذا عادة الناس. سيارة تخليها في الجراج مثلا، هذه عادة الناس في هذا. نعم. ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى في حرز مثلها، هذا إذا لم يعين. أما إذا عين صاحب الوديعة، عين الحرز قال تحطها في مكان كذا، فإن أحرزها بمثلها وما هو أوثق منه فلا حرج عليه، أما إن أحرزها بدون ما قال له صاحبها فإنه يضمنها إذا تلفت لأنه مفرط. نعم. وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط. أو تعدى بأن استعمل الوديعة، عنده وديعة واستعمل، ركب الدابة أو السيارة أو حمل عليها وما أذل صاحبها، تلفت يضمن لأنه متعد في ذلك. نعم. أو لبس الثوب الذي أودعه عنده، لبس الثوب أو البشت فتضرر باللبس يضمنه، أو انشق الثوب أو تلف يضمنه لأنه متعدي في استعماله. نعم. أو تعدى أو فرط. أو فرط في حفظه، فرط في حفظه في حرزه، جعل المكان مفتوحا ومهيئا للأخذ، فإنه يضمن لأن هذا تفريط. نعم. أو تعدى أو فرط أو قطع علف دابة عنها بغير قول. إذا أودعه دابة فإنه يعلفها ويسقيها لأنها لا تبقى إلا بهذا. لو قال ما علي منها، أنا ما نمع علفها ولا نمسكيها ولا علي منها، على راعيها، تلفت الدابة يضمنها. إلا إن كان صاحبها قال له لا تعلفها، فإنه هو الذي جنى على نفسه، أو لا تسقيها، فإنه هو الذي جنى على نفسه، ويكون الإثم عليه ويضيع عليه الحيوان الذي مات. نعم. أو قطع علف دابة عنها بغير قول ضمن، غير قول صاحبها. نعم. ضمنها
لأن هذا من التعدي، ومن تمام حفظها أن يسقيها وأن يعلفها، ولا لا يقبلها من الأصل، لا يقبلها من الأصل، صار ما هو قائم بما يلزمها لا يقبلها. نعم. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها إذا اختلف جارع الوديعة يطلبها، فقال المودع أنا رددتها عليك، أنا رددتها عليك، يقبل قوله إذا لم يكن هناك بينة، فإنه يقبل قول المودع لأنه أمين، لكن مع يمينه أنه ردها على صاحبها. نعم. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه أو وكيله، قال أنا رددتها إليك أو رددتها إلى وكيلك، فقال صاحبها أبدا ما رددتها ولا هناك بينة، فإنه يحلف المودع ويبرأ من الضمان لأنه أمين. نعم. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، لا ردها إلى وارثه، إلى وارثه لو قال أنا رديتها الورثة، رديتها الورثة يعني مات صاحب الوديعة، مات مات صاحب الوديعة وجو الورثة يطالبون بها، قال أنا مسلمها، أنا مسلمها لكم للورثة، ما يقبل قوله ولا بيمينه، لأنه لأن الورثة لم يأتمنوه، والذي ائتمنه مات، فلا يقبل قوله عليهم، فلا بد أن يثبت ردها بالبينة وإلا فإنه يضمنها. نعم. لأنهم لم يودعوه. نعم. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه وفي تلفها، ويقبل قوله أيضا في تلفها إذا قال تلفت الوديعة، إذا كان هذا بسبب ظاهر، حصل حريق، حصل غرق، شيء ظاهر وقال إنها تلفت في الحدث الذي حصل، يقبل قوله في ذلك لأنه أمين. أما إذا ادعى تلفها بسبب خفي ما يعلم به أحد فهذا لابد من يمينه. نعم. وفي تلفها وعدم تفريط وتعد، إذا قال إذا تلفت وقال له المودع أنت مفرط فيها، قال أبدا أنا ما فرطت، يقبل قول المودع لأنه أمين. نعم. وعدم تفريط وتعد، أو قال أنت لبست الثوب أو تعديت تصرفت في الوديعة، وهو يقول المودع يقول لا أنا ما تصرفت فيها ولا استعملتها، يقبل قوله لأنه أمين. نعم. وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن، وفي الإذن لو قال أنا جان فلان وقال أنك موكله، أنك موكله وعطيته إياه، بنيت على أنك أذن له، قال ذاك أنا ما أذنت له أبدا، فيقبل قول المودع لأنه أمين. نعم. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، إذا كانت الوديعة تقبل القسمة الاثنين، هي الاثنين شركة وتقبل القسمة، طلب أحدهم نصيبه منها يعطيه إياه، إذا كان مما يقسم من غير ضرر يعطيه نصيبه، أما إذا كانت لا تقبل القسمة فلا يعطيه نصيبه إلا بحضور الآخر. نعم. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، يقسم يقبل القسمة يعني. نعم. فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، سلم إليه نصيبه ويبقى نصيب الآخر وديعة. نعم. لأنه لا ضرر في تسليم الشريك ما ينقسم. نعم. فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها، ولمودع إذا غصبت العين منه، المودع غصبت العين منه له أن يطالب الغاصب، لأن هذا من حفظها لصاحبها، فيطالبه عند الحاكم حتى يستردها منه.
نعم هذه واحدة. ولمودع ومضارب. مضارب، أنت أعطيت الدراهم لشخص يبيع بها ويشتري بجزء من الربح، بجزء من الربح، جاء واحد وتعدى على مال المضاربة، للمضارب وهو التاجر أن يطالب المتعدي، لأن هذا من تمام المحافظة على المال. ما يقال لا، لما يجي المضارب صاحب المال يطالب أنت مالك سنع، نقول لا هو له سنع لأنه شريك في الربح. نعم. ومضارب ومرتهن. مرتهن، إنسان مرتهن لشيء، وجاء أحد واعتدى أو أتلف الرهن، فللمرتهن أن يطالبه ولا يقال لا هذه اللي طالب المالك أنت مرتهن مالك ملك، نقول لا هذه وثيقة له فيها نصيب لأنها وثيقة بدينه، فإذا ضاعت على دينه خطر يضيع، فله الحق أن يطالب بأن يغرم المتلف بدلا من الرهن، ويكون رهنا مكانه حتى تبقى الوثيقة. نعم. ومرتهن ومستأجر. مستأجر دابة أو سيارة، جاء واحد وغصبها أو سرقها، فللمستأجر المطالبة بها لأن له فيها حق الانتفاع، فله أن يطالب، ولا يقال لازم يجي راعي السيارة أو راعي الدابة، ولا هذا له حظ فيها، له مستاجرها وباذل ماله بينتفع بها، فله حق المطالبة. نعم. ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. المطالبة بها في جميع هذه الصور. نعم. فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات. هذا إحياء الموات، وهي الأرض التي لم يسبق عليها ملك لأحد. الموات هي الأرض التي لم يسبق عليها ملك لأحد، ويريد أن يبنيها بيتا له أو يجعلها بستانا ومزرعة له، فهذا ينظر، إن كان عليها ملك لأحد سابق فلا يمكن من هذا، أو إنها من مرافق البلد، هذه الأرض موات لكن لم يسبق عليها ملك لأحد، لكنها من مرافق البلد، كأن تكون محل رعي دوابهم أو محل احتطابهم أو يتوسعون فيها ويتنزهون فيها، فليس لأحد أن يحييها لأنها من مرافق البلد. أما إذا كان لا يتعلق بها حق لأحد، لا حق خاص ولا حق عام، فله أن يحييها، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات. الاختصاصات وهي الارتفاق بها أو الملكية عليها. نعم. منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، يعني ليست مملوكة لفرد وليست من اختصاص البلد، فله أن يحييها. نعم. ومن أحيا أرضا. ومعنى أحيا الأرض، إيش معنى أحيا الأرض؟ معناها أنه زرعها أو غرس فيها أو بنى عليها بيتا أو حائطا. نعم. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. وملك معصوم، إيش المعصوم هنا؟ الذي يحرم ماله، كالمسلم والذمي والمعاهد، هؤلاء يحرم مالهم، فإذا كانت هذه الأرض لمسلم أو لمعاهد أو لذمي فإن ماله معصوم، لا يجوز لأحد أن يتعدى عليه، فلا يجوز لأحد أن يحيي هذا الموات المتعلق بملك معصوم. نعم. مع معصوم يعني معصوم الدم ومعصوم المال. نعم. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها. ملكها بالإحياء،
ملكها بالإحياء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. نعم. وبهذا يحصل النفع للجميع، العمران يمتد، العمران يكثر الإنتاج والزراعة، وهذا يشجع من يريد أنه يحيي أرضا ميتة ولا ضرر على أحد. نعم. ويحصل بحوزها بحائط منيع. ما الذي يحصل به الإحياء؟ أن يسورها بحوش أو بشبك أو يحوطها بما يمنع الدخول فيها، هذا واحد من أنواع الإحياء، أن يحوطها. نعم. ويحصل بحوزها بحائط منيع. حائط منيع يمنع الدخول فيها. أما إن حبسها بالدركتل أو غيره هذا ما يثبت الإحياء، هذا يثبت الاختصاص، أخص من غيره بها، أما الملك لا. نعم. لابد من جدار أو شيء يمنع الدخول فيها. نعم. أو إجراء ماء لا هذا الثاني، هذا الأمر الثاني مما يحصل به الإحياء، وهو أن يجري إليها ماء من النهر، يجري إليها ماء من النهر ويسوقه إليها، يملكها بذلك، أو يقطع عنها الماء الذي يفسدها، فيها أرض تغمرها المياه ولا تصلح للزراعة، فيأتي ويحبس عنها المياه التي تفسدها وينشفها حتى تصبح صالحة للزراعة أو للسكنة، فإنه يملكها بذلك. نعم. أو إجراء ماء لا تزرع إلا به. لا تزرع إلا به. نعم. أو قطع ماء لا تزرع معه. أو قطع ماء لا تزرع معه، وهو الماء الذي يغمرها ولا يمكن الانتفاع بها ما دام فيها هذا الماء، فجاء وقطعه عنها فأصبحت صالحة للاستعمال، يملكها بذلك. نعم. أو حفر بئر. هذا الثالث مما يحصل به إحياء الموات، أن يحفر فيها بئرا ويصل إلى الماء، يصل إلى الماء. أما إذا حفر بئر ولم يصل إلى ماء فهذا ما يثبت له شيئا، يصل إلى الماء. نعم. أو غرس شجر فيها. أو غرس، هذا رابع، أو غرس فيها شجرا وطلق وظهر الشجر، أن يكون مثلا الأرض الماء قريب، غرس فيها شجر وعروقه بلغت الماء، فإنه يملكها بغرس الشجر. نعم. أما شجر في أرض قاحلة وليس فيها ماء فهذه لا يملكها. نعم. ومن سبق إلى طريق واسع. خلصنا من إحياء الموات. الاختصاصات مثل البسطات اللي تصير على الطرقات، يجون الناس يبسطون، هذا من اختصاص ولي الأمر، إنه يوزعها على الذين يريدون طلب الرزق. ولي الأمر أو نائبه وهو البلدية توزع المحلات التي تصلح للجلوس للبيع، ومن أعطي شيئا صار مختصا، ما هم ملك لكن يصير مختصا به، لا يجوز لواحد أنه يأتي ويجلس فيه وهو قد أعطي هذا المكان ليجلس فيه وينشر فيه بضاعته ويبيع. نعم. ومن سبق إلى طريق واسع. واسع، أما الطريق الضيق لا يجوز لأحد أنه يجي ويفرش فراشه ويجيب بسطاته ويجلس فيه يسد الطريق على الناس، ما يجوز هذا، يمنع. لكن إذا كان ما يضر بالطريق على الأرصفة البعيدة أو على ساحات بعيدة في البلد. نعم. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه. بالجلوس لا بالملكية، ما يصير ملكية، يصير أحق بالجلوس فيه ما دام أنه يريد الجلوس فيه للبيع والشراء، فإذا انتهت مهمته تعود الأرض كما كانت، تعطى لغيره. نعم. فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. ما بقي متاعه، إذا حمل متاعه وشاله راح فإنه لا يبقى له تعلق بها، تعطى لغيره. نعم. فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. ما لم يضر، يعني بقاء متاعه إذا كان يضر فلا يمكن من هذا ويحجز هذا المكان على الناس، أما إذا كان بقاء متاعه لا يضر فإنه يكون أحق بها لوجود متاعه فيها. نعم. فصل. يكفي.
لهذا تعرفون أن الشريعة ولله الحمد كاملة، ما تركت شيئا إلا وبينته وبينت أحكامه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من ذهب إلى ثبوت الشفعة للجار على جاره، ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح أن لا تثبت الشفعة للجار. هو في حديث الجار أحق بصقبه، يعني بما جاوره، ولأن الجار يحصل عليه ضرر من مجاورة أحد ما يصلح له. العلماء مختلفون هل تثبت الشفعة للجار مطلقة أو لا تثبت مطلقة أو فيها تفصيل. القول الثالث وهو المختار والذي صدر فيه قرار هيئة كبار العلماء أنه إذا كان بين الملكين شيء مشترك كالسيل مثلا، كالسيل أو السقاية من النهر أو الطريق بينهما، بينهما شيء مشترك فتثبت الشفعة للجار. إذا كان بينه أو طريق مشترك بينهما فتثبت الشفعة للجار. أما إذا كان كل إذا كان ملك كل واحد منهم منفصل عن الآخر بطرقاته واختصاصاته فإنه لا شفعة للجار بمجرد الجوار. هذا هو الصحيح والراجح. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يقوم بسد الطريق الذي أمام منزله ويقيم في هذا المكان وليمة عرس له، فهل يحق له ذلك؟ هذا شيء مؤقت ولا يضر إن شاء الله. إذا صار بيته ضيق والناس سفيرين فلا بأس بذلك، وهذه يعني مسألة مؤقتة ما هي بدائمة، وهو محتاج إلى هذا. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في الشفعة هل للشفيع إذا علم أن شريكه يريد أن يبيع حصته، هل للشفيع إذا علم أن شريكه يريد أن يبيع حصته أن ينتظر ولا يبدل شريكه الرغبة بالشراء خوفا من أن يزيد عليه في ثمن الحصة حتى تسام في السوق ثم يشفع ويشتريها بنفس الثمن؟ لا شفعة إلا بعد البيع، أما قبل البيع فلا شفعة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يضمن صاحب المواشي سواء كان في الليل أو في النهار؟ هذا في حديث يا أخوان، على أصحاب المواشي حفظها في الليل، فإن ذهبت وأكلت زرع أحد فإنه يضمن، أما في النهار فعلى أصحاب الزروع حفظ زروعهم، ولو أكلت منها المواشي فإن صاحبها لا يضمن ما أكلت في النهار. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من اصطدم بالإبل نهارا فهل راعي الإبل يضمن كذلك؟ نعم راعي الإبل يضمن ما تلف، لأنه ليس له أن يأتي بدوابه عند خط السيارات، لأنه لا تملك الإبل إذا صارت عند الخط ما يملكها صاحبه، فيبعدها عن الخطوط وعن خطوط الخطرة، يبعدها عنها ويذودها عنها. نعم. ولو أن الناس عملوا هذا لتقلت الحوادث. نعم. أما أنه يسيب الإبل ويخليها وتتلف الناس هذا أمر لا يجوز. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس إذا اصطدم أحد بناقته يأتي فيقطع الوسم الذي عليها لكي لا يعرف أحد أنها ناقته، لكي لا يطالبه بالضمان، فما النصيحة لمن يفعل هذا الفعل؟ عليه أن يتقي الله ولا يسقط حقوق الناس، هذا احتيال لإسقاط حقوق الناس التي وجبت عليه، عليه أن يخضع للأمر الواقع ويبري ذمته بما يلزمه من حكم الشرع ولا يحتال على إسقاطه، ويأخذ الوسم لئلا يعرف من هي له، يكون يذهب ما تلف على الناس من نفوس أو من أموال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، المال الذي يوضع في البنك لحفظه كما هو معمول به الآن، هل هو من باب الوديعة أم كيف يخرج، حيث إنهم يرجعون لي بدل مالي لا عينه عند طلبي له؟ هذا هو الأصل، أنه وديعة، الأصل أنه وديعة، ولا يجوز لهم أن يتصرفوا فيه، إلا أن لهم أن يطالبوا بالأجرة على حفظه، لهم أن يطالبوا بالأجرة على حفظه، أما أنهم
يدخلونه ماليتهم ويبيعون ويشرون، وإذا جيت عطوك بدله هذا لا يسمى إيداعا. لكن الضرورة الآن تقتضي التسامح في هذا. الضرورة الآن الناس عندهم أموال كثيرة ويخشون عليها، ولا مكان مأمون إلا البنوك، فلهم أن يودعوها عند البنوك للحفظ. فإذا تصرف البنك فيها فعلى مسؤوليته هو، على مسؤولية المودع. المودع ما أعطاه إياه ليتصرف فيها. وإذا كان البنك يقول لا أنا ما بحافظها إلا بمقابل، نقول خذ أجرة، خذ أجرة على صاحبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شريك لي باع نصيبه وتم البيع، وبعد ذلك علمت. يقول شريك لي باع نصيبه وتم البيع وبعد ذلك علمت بالبيع، فهل يحق لي أن أشفع أو أنه قد تم البيع وانتهى فلا يحق؟ لا، ما دام ما علمت لك البيع، لو بعد لك الشفعة ولو بعد سنين. مثل إنسان غايب ويوم جاءوا إلى شريكه بايع فإن له الشفعة ولو بعد مدة. وكذلك لو أنه جاحد عليه، الشريك باع وجحد عليه ولا درى إلا عقب مدة، له الشفعة، لا يسقط حقه إلا إذا علم وترك الشفعة، فإنه يسقط حقه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أودعني شخص سيارة ووضعتها في الشارع كبقية السيارات ثم سرقت، إذا أودعني شخص سيارة ووضعتها في الشارع كبقية السيارات وسرقت، فهل أضمنها؟ نعم، إذا كان في وقت السيارات تسرق من الشوارع وتركتها تضمن. أما إذا كان وقت ما تسرق السيارات لقوة الأمن فهذا لا تضمن، لأنه جرت العادة أنها توقف عند الباب. لكن إذا كان فيه وقت من الأوقات السيارات تسرق عند الأبواب وفي الشوارع فلا يجوز لك أنك تخليها وراء الباب، لازم تدخلها، ولا تقول صاحبها رحبها الله يعافيك أنا ما أستطيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص سلمني مبلغ 10,000 ريال ليجعلها في بناء مسجد، فوضعتها في البيت لمدة 3 أيام ولم أجد وقتا لأضعها في البنك، في اليوم الثالث سرق البيت وسرقت هذه 10,000 وهي كلها مع أموالي في غرفة النوم. السؤال، هل أضمن هذه 10 أم لا؟ لا، ما دام أنك حفظتها مع مالك وسرق الجميع فأنت لم تفرط ولا تضمن. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخذ شخص أمانة وهي مبلغ مالي فتاجر به وربح، فما الحكم في ذلك مع العلم أنه لم يؤذن له بالمتاجرة؟ إذا كان أذن له صاحبها فله ذلك، أما إذا لم يأذن له صاحبها فربح المال لصاحبه لأنه نماء ماله، ولك الأجرة، أنت لك أجرة مثلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المقصود بما ورد في الحديث العجماء؟ العجماء البهيمة يعني التي لا تنطق، العجماء التي لا تنطق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من له حق الشفعة لكنه مات في يوم نفس البيع أو في نفس يوم البيع ولم يتمكن من الشفعة، فهل للورثة أن يطالبوا؟ إذا لم يطالب هو بها لم يثبت له حق ولا يطالب الورثة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا خشي الإنسان من عبء الأمانة وهو رجل أمين، فهل يباح له أن يرفض الأمانة لمجرد الخوف والخشية؟ إيه نعم، له أن لا يقبل إذا كان أنه ما يأمن عليها عنده، ما يأمن عليها عنده، إما لأنه هو قد يتصرف فيها أو لأنه ضعيف ولا يستطيع حفظها وحراستها، فلا يأخذها من صاحبها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الإيداع النقدي في البنوك التي تكون فيها بعض أو أكثر معاملاتها ربوية؟ وهل يكون هذا الإيداع من باب التعاون على الإثم والعدوان، وهل هو من إيكال الربا؟ إذا كان إيداعا للحفظ فقط فيجوز للضرورة،
أما إذا كان إيداعا للاستثمار فهذا حرام ولا يجوز استثمار الربوي. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا باع شخص ملكه المشترك في مزاد علني وحضر الشريك ولكن لم يدخل في المزاد حتى تم البيع على شخص آخر ثم طالب بالشفعة، فهل له ذلك؟ نعم، ما يلزم أنه يشري. إذا بيع الشخص وطالب بالشفعة فله ذلك. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز قبول الدابة كوديعة ويشترط صاحبها ألا تعلف وألا تسقى، وهل يتناسب هذا مع مراعاة الشريعة للمصالح حتى للدواب؟ لا، ما يجوز لصاحبها أن يشترط، يأثم بذلك لأنه هو المتسبب في تلفها. أما الوديع ليس عليه إثم، يكون الإثم على من منع المودع من سقيها وعلفها. نعم. فالإثم لا يسقط، فإن كان المفرط الوديع الإثم عليه، وإن كان المفرط صاحبها فالإثم عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أخذت وديعة ولم أستطع حفظها فهل لي أن أودعها عند آخر بدون إذن المودع؟ إذا كان صاحبها موجود تدفعها إليه، تردها عليه. أنت بتسافر مثلا، صاحبها موجود في البلد تردها عليه. إذا كان صاحبها ما هو موجود في البلد وأنت ستسافر والوديعة عليها خطر في غيابك، تختار ثقة وتودعها عنده. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أعطيت صديقا لي مبلغا من المال ليعطيه لرجل آخر. أعطيت صديقا لي مبلغا من المال ليعطيه لرجل آخر على سبيل المضاربة، وأنا لم أعطه المال إلا بعدما زكى هذا الشخص عندي، وأنا لا أعرف هذا الشخص المضارب ولم أره، ثم حدث أن ضاع المال واستولى عليه رجل آخر، فهل صديقي هنا يضمن هذا المال وهل لي أن أطالبه بذلك؟ أنت المفرط، لماذا تدفع المال وأنت لا تعرف الشخص، لا تعرفه بنفسك، فأنت المفرط. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من سور أرضا بسيارة كالدركتل فإنه أخص بها، لكن إذا جاء شخص وسور سور أرضا بالسيارة، سيارة يسور بها. يقول من سور أرضا بسيارة، يعني قصد الدركتل يمكن. نعم. يقول فإنه أخص بها، لكن إذا جاء شخص وسور هذه الأرض بسور، أو قصده يمكن سيارة يعني قلاب يجيب تراب ويحبس عليها. نعم، نبي ندور له مخرج. نعم. نعم. ثم جاء شخص وسور هذه الأرض بسور منيع، فلمن تكون هذه الأرض؟ لا، ما يجوز للمسور هذا، لأنه ما دام سبق يصير اختصاص للأول، ولا يجوز أن يعتدي على اختصاص أخيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل ما يسرق من السيارة وهي مغلقة ويكسر زجاجها هل يعتبر هذا من الحرز؟ هذا يختلف، قلنا لكم، باختلاف الأوقات. فإذا كان الأمن قويا في البلد وتعارف الناس أن قزاز السيارة حرز، فمن كسره تقطع يده. أما إذا كان الأمن ضعيف، السيارات تكسر، ومعروف إن هذا أن زجاج السيارة لا يحرز ما وراءه، فهذا تفريط وليس حرزا. نعم. هناك تنبيهان، التنبيه الأول الأسبوع القادم ليس فيه دروس نظرا للإجازة، والتنبيه الثاني ما ذكر من أن إحياء الموات يحصل بهذه الأمور التي ذكرها المؤلف، هذا الآن صار ما يصح الإقطاع إلا من ولي الأمر، لأنه كثر النزاع بين الناس وكثر الخصومات، وربما يحصل فتنة ويحصل قتل بين الناس في التنازع على هذه الأراضي، فولي الأمر بفتوى من المفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في وقته
قال لا يثبت إلا بإقطاع ولي الأمر قطعا للنزاع، لازم من إقطاع ولي الأمر قطعا للنزاع. فالآن المواتات كلها تحت سلطة ولي الأمر، هو الذي يقطعها ويوزعها على الناس حتى لا يحصل فتنة ويحصل نزاع. ولي الأمر له حق مثلا السياسة الشرعية التي تدفع الضرر عن الناس. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، حجز الأماكن في المسجد لمن سبق إليه حيث يضع شيئا كسجادة في الصف الأول ثم يرجع إلى الصفوف الأخيرة، فهل هذه الأفعال مباحة؟ إذا كان صاحب الفراش أو العصا في المسجد وإنما تأخر ليتوسع أو لأجل أن يبعد عن الأصوات فلا بأس، لأنه موجود في المسجد. أو كذلك وضع هذه الأشياء وخرج يتوضأ، خرج يتوضأ ويرجع زمن قريب، فإنه أحق بالمكان الذي وضع فيه الحاجز. أما إذا وضع الحاجز في الصف وذهب يبيع ويشتري ولا يروح ينام بيته ولا يروح يأكل ويشرب بيته ويتأخر ولا يجي إلا عند إلا متأخرا ويحجز المكان، هذا ظلم ولا يجوز، هذا ظلم ولا يجوز، ويجب رفع المكان الفراش هذا والحجز. نعم، يعني هذا من الاعتداء. نعم. وفضيلة الشيخ في تكملة سؤاله، وإذا كان ينام في آخر المسجد ويضع سجادة في المقدمة فهل له ذلك؟ ما دام أنه في المسجد وهو حاضر فله ذلك، يمكن النوم أنه غلبه أو شق عليه النوم وراح بيخفف النوم، لا بأس بذلك ما دام أنه موجود في المسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا تعارف أهل بلد على أن الإحياء للأرض الموات يكون بشيء غير ما ذكر، مثل أن يوضع فيها أحجار أو علامات في أركانها، هل يكون بذلك قد ملكها؟ لا، هذا يثبت الاختصاص فقط ولا يثبت الملكية. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، راتب الموظف الذي يصرف بعد وفاة الميت هل يعد من التركة فتقسم عليهم؟ يصده التقاعد، التقاعد هذا له نظام خاص، هذا له نظام خاص يمشي على النظام، وليس ميراثا وإنما هو مساعدة المحتاجين من أقارب الميت، مساعدة المحتاجين بعد موته، فمن استغنى فليس له شيء، هذا نظام التقاعد كذا. نعم. يقول حقوق الميت التي تصرف عنه وتصفية ماله بعد وظيفته، إذا كان له حقوق، إذا كان الميت له حقوق عند الدولة أو عند الشركة، حقوق استحقها قبل أن يموت فهي للورثة. أما إذا لم يكن له حقوق ولكن ولي الأمر جعل التقاعد هذا للمحتاجين والأرامل من بعده، ومن استغنى فليس له شيء، يمشى على النظام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل وضع عندي مبلغ 40,000 ريال لبناء مسجد، فهل يباح لي أن أستخدم هذه الأموال وأردها إذا جاء وقت البناء؟ لا، لا يجوز لك أن تتصرف فيها، بل تحفظها عندك، وإذا حان وقت استعمالها تسلمها. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض الناس يستأجر سيارة ويقوم بفصل العداد حتى لا يكتب عليه الكيلوات، فما حكم فعله هذا؟ يشترط في الإيجار أن تكون المسافة معروفة، هو بالعداد، تكون المسافة معروفة من كذا إلى كذا، فإن جهلت المسافة لم يصح الاستئجار، ولا يعتمد على العداد، يعتمد على المسافة، أنا بأخذها للقصيم، أبأخذها للخرج، أبأخذها لوادي الدواسر مثلا، لازم تحدد المدة، ولا علينا من العداد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل من دهس هرة وماتت هل عليه كفارة أو عليه صدقة من ناحية الشرع؟ ليس عليه كفارة ولا صدقة، ولكن إن كان يعني متعمدا فهو يأثم، إن كان متعمدا فهو يأثم،
يستغفر الله، وإن كان غير متعمد فلا شيء عليه. نعم. قول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التنازل لشخص آخر عن مكان الاختصاص بمبلغ مالي؟ لا لا، ما يجوز له هذا، ما دام أنه يستعمله ومحتاج له فله ذلك، وإذا استغنى فلا يؤجره لغيره، إنما يؤخذ منه يعطى للمحتاج الآخر. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الهبة مع قبض الثمن، مثل أن أهب أرضا إلى أخي وأقبض ثمنا بدل هذه الهبة، علما بأن الأرض غير مصرح بالبيع فيها من ولي الأمر؟ هذه ما هي بهبة، هذا بيع، إذا توافرت شروط البيع فهو بيع، وإن اختل ليس بيعا ولا هبة. نعم. الهبة ليس لها عوض، الهبة تبرع ليس لها عوض، إذا صار لها عوض صارت بيع. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، سماعات مسجد استغني عنها، فهل يباح أن تجعل السماعات في مصلى مدرسة؟ لا، تصرف في مسجد آخر مثله، تصرف في مثله. نعم. أو تحفظ، لأنه لو تعطلت سماعة من المسجد تحط بدالة، تصير رصيد للمسجد. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا جاءني رجل يريد أن يبيع علي جوالا أو غيره بمئة ريال، وأنا أعرف أن قيمته الحقيقية 500 ريال أو أكثر، هل يجب علي أن أتثبت أن هذا الجوال غير مغصوب ولا مسروق، علما بأن هذا البائع مكلف؟ نعم، إذا شككت في هذا الأمر فلا تشتري هذا الجوال أو هذه السلعة، ما دام عندك شك ولا تعرف الشخص فلا تشتريها، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، من اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول يوجد بعض الأراضي الخربة التي كانت بيوتا وسقطت فأصبحت مأوى للأوساخ والقاذورات، وعندما سئل عن صاحب هذه الأراضي اتضح أنها وقف لأحد الأشخاص، وعندما أخبرنا أهل هذا الشخص قالوا إنهم ليس لديهم من المال ما يعمرون به هذا الوقف في الوقت الحالي. سؤاله: ما العمل الصحيح في ذلك، وهل يجوز بيعها في هذه الحال؟ أما بيعها فهذا عند القاضي، لازم يراجعون القاضي، وأما إذا كانت مأوى للمؤذيات أو مأوى للفاسدين فهو البلدية تهدمها، تهدم هذه المباني التي لا فائدة فيها وإنما فيها ضرر، البلدية تهدمها وتبقى ملكيتها للوقف. نعم، ملكية الأرض. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول عندنا في اليمن قبر في قبلة المسجد وهو خارج المسجد وليس داخله وإنما في قبلته، فهل يجوز الصلاة والقبر في قبلة المسجد؟ إذا كان القبر مفصولا عن المسجد بطريق أو بأرض فضاء ليس متصلا بالمسجد فلا بأس، أما إذا كان القبر متصلا بالمسجد فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد. نعم. وكذلك يقول عندنا في اليمن الناس يكثرون من قول علي الطلاق علي الطلاق في تعاملهم مع بعضهم البعض، فهل يحصل بذلك طلاق أم لا، وما توجيهكم لهم؟ نعم، يحصل طلاق، إذا هذا طلاق معلق، علي الطلاق إن تأخذ هذا، علي الطلاق إن شاريه بكذا، هو كذاب، يحصل، يقع الطلاق. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يباح جعل صور ذوات الأرواح في جوالي، كأن أجعل صور أبناء الصغار أو مقاطع فيها صور حيوانات غريبة للاعتبار بخلق الله؟ لا يجوز حبس الصور في الجوال ولا في غيره ولا في الصناديق، ما يجوز حبس الصور واستعمالها والاطلاع عليها، هذا أمر لا يجوز، لأن هذا من استعمال الصور وحفظ الصور وهو أمر محرم. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل هناك مدة معينة لطلب حق الشفعة، لأنه في قوانين بعض البلدان العربية تم تحديدها بسنة واحدة من تاريخ العلم بها، فهل على هذا دليل؟ هذا مخالف للشرع، هذا قانون مخالف للشرع، الشفعة على الفور، يدفع الضرر عن الطرف الآخر،
على الفور إن أخذ بها، وإلا فلا شفعة له، لأنه ما يبقى المشتري معلقا ما يدري يشفع عليه ولا ما يشفع، تفوت مدة عليه. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا إمام مسجد وتأتيني رسالة فيها أن فلان ابن فلان قد مات، سيصلى عليه في المكان الفلاني ويقبر في المكان الفلاني. سؤاله: هل لي أن أخبر جماعة المسجد عن هذا الأمر أم يكون هذا من النعي المحرم؟ لا ما هو من النعي المحرم، هذا مستحب، لأن فيه منفعة الميت، فتقول لهم إن فلان توفي ادعوا له بالمغفرة والرحمة ويصلى عليه في مكان كذا وكذا لأجل يحضرون الصلاة ويشيعون الميت. نعم، هذا في مصلحة. النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات وخرج بأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب، نعى يعني أخبر، وهو بالنعي اللي هو نعي الجاهلية، لا، نعى يعني أخبر، أخبر بموته وخرج بأصحابه وصلى عليه صلاة الغائب. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، في صلاة العصر صلى الإمام 3 ركعات ثم سلم، وأنا أعلم أن الصلاة ناقصة ولم أسلم حتى نبه هو من المأمومين، فقام وأتى بركعة وقمت معهم وأتيت بالركعة، فهل فعلي هذا صحيح؟ نعم، هذا هو عين الصواب، ما تسلم معه وأنت تعلم أنه ناقص، فإذا قام تقوم معه وتكمل الصلاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل لفظة لا يجوز تعني حرام بنفس المعنى تماما أم أن هناك تفصيل لدى العلماء؟ لا، ليس فيه تفصيل، لا يجوز حرام كله سواء، المعنى واحد، معنى لا يجوز معناه إنه حرام. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، تقوم بعض الشركات ببناء بيت للمتعاقد معها على أن يدفع ثمنها بالتقسيط من خلال سنة أو سنتين، وعند العقد لا يكون البيت موجودا لكن يوصف بأوصافه حتى يكون المشتري على بينة، وبمجرد التعاقد تبدأ الشركة ببناء البيت، فما الحكم في ذلك؟ هذا لا يصح، لأنه بيع معدوم ما بعد صار، هذا ما يسمونه بالاستصناع، هذا لا يجوز، لأنه بيع معدوم، هذا بيع معدوم، لكن إذا تكامل البيت وانتهى تشتريه بعد ما يتكامل وينتهي. نعم. فإذا كانت الشركة تريد الصحيح فإنها تعمر البيوت وتعرضها للبيع، فمن جاع باعت عليه. نعم. تقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من فاتته الصلاة فأحدث فرجة بين من يقضون ما فاتهم وأتم بأحدهم، فهل فعله صحيح؟ ما تصورت السؤال، كيف أحدث فرجة؟ يعني المسجد ضيق ما فيه مكان، روحون للسعة ويصلون. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما المراد بقوله سبحانه وظن أن لن نقدر عليه؟ نضيق، أن لن نقدر عليها، أن لن نضيق، فاقدروا له، يعني ضيقوا عدة الشهر 29، معنى القدر هنا التضييق، فذنون عليه السلام وظن أن الله لا يضيق عليه، الله ضيق عليه عقوبة له حتى تاب إلى الله عز وجل. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إلصاق القدم بالقدم، يقول هل يعتبر إلصاق القدم بالقدم عند الصفوف للصلاة، هل يعتبر من التراص والتسوية وسد الفرج أم يعتبر من التكلف؟ لا، ما هو من التكلف، هذا هو السنة، إلصاق القدم بالقدم والكتف بالكتف لأجل ما يبقى فرج ولأجل يتعدل الصف، هذا هو السنة. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان معي 100 ريال ورقة واحدة وأردت أن أصرفها من شخص من فئة العشرات فلم أجد عنده إلا 90، فهل لي أن أخذ 90 ثم أرجع بعد ذلك وأخذ 10 الباقية؟ لا، رحل غيره، رحل غيره وأصرفها.